اللهم اكفنا منهم بما شئت يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم عنا وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب ديارهم وفجر أسلحتهم على رؤوسهم يا أرحم الراحمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في يد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم نجنا من كيد الكائدين، واحفظنا اللهم من حقد الضالين والحاسدين والمنافقين يا أرحم الراحمين. اللهم من كادنا بسوء فكده، ومن رامنا بسوء فرمه بسهم.